بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم، معكم أيمن من قناة أي ذا بوم. Hello everyone and welcome. First, our site. موقع الإلكتروني أي ذا بوم. Breaking through. aytheboom.wixsite.com/newboom. من خلال التسجيل في الموقع يمكنك أن تحظى بجميع مميزاته وخصائصه الرائعة، أي الاستمتاع بأندرويد جيم بلايز فول داونلود ومشاهدة كومبريهنسيف توتوريالز. أيضا تجد هنا آخر المستجدات، تاريخنا، كما يمكنك مراسلتي على الفيسبوك أي ذا بوم، facebook.com/aytheboom. وتجد هنا كل تدويناتي حيث يمكنك قراءتها، التعليق عليها، التحميل منها والاستمتاع. أخيرا قناتي على اليوتيوب أي ذا بوم، youtube.com/c/aythebomber. وتجد هنا تحميلاتي، قوائم التشغيل التي أنشأتها، إضافة إلى أندرويد جيم بلايز، ذا فوكس توتوريال، الهكر الشامل، الشرح الشامل، والتحميل الكامل. So this is everything. وكانت هذه نهاية جولتنا. أترككم الآن لتستمتعوا بالفيديو. إذن هكر شامل للعبة ضخمة هي School of Dragons، ولأن الهاكر كومبريهنسيف أند فول سيتطلب ذلك أكثر من جزء لإتمامه، فربما يكون هناك Part 1 Part 2 ومن يدري ربما Part 3. على بركة الله نبدأ بالدخول إلى اللعبة. طبعا هذا الهاكر سيكون من الصفر، وذلك لأنني أنشأت حسابا خصصته فحسب لهاكر هذه اللعبة وتدميرها. إذن هذا هو البومر، ونضغط بلاي. إذن فور وصولنا ودخولنا إلى اللعبة حديثا، يطلب منا التوجه إلى جوبار. مرحبا بك في مثقصة التنانين، دعنا نرى أي تنين هو الأفضل لك. من خلال هذه الأسئلة تختار أنت الأجوبة، وهم يختارون التنين الأحسن أو الأفضل لك. إذن هذا هو التنين الأحسن الأفضل لي. Interesting results. Okay. الآن نذهب لاختيار بيضة من بيوض التنانين المتاحة. هناك النايتمير، الجرونكل، وسبرينداث، سكريل.
ثاندر درام أو العتيد. طبعا هناك مجموعة من هذه التنانين لا يمكنك الحصول عليها إلا إذا كنت ممبر. طبعا نحن شرحنا العضوية في الفيديو السابق، لذلك أنا الآن a member. طبعا هنا اللافتة مكتوب members only. أختار لوس برينداث. الآن إلى البول. أوكي. ها هو ذا قادم. ألوس برينداث خاصتي صغيري. بعد الكوستمايزن ألوس برينج بوم جاهز. أوكي. ويلكم ماي بوم ماي ليتل بوم. Thank you, Goober. الآن نخرج من الهيتري ونبحث عن حازوقة. هيكب. أوكي. أوه قريب. هلو هيكب. A nice dragon. Thank you. إذن الآن على ما أعتقد التوتوريالز. Oh, نعم التوتوريالز. Welcome to the adventures. حسنا. طبعا هذا هو ترتيب اللاعبين. الرانك حسب UDT score. هنا طبعا. نخرج. Let's learn about dragons. You have earned enough XP to graduate to the next rank. Oh, level it up. يعطيك بعض الريوردز. لضمان نجاح الهاكر نتبع تيتوريالز. بعد انهاء تيتوريالز ندخل الى شيت انجن. نضغط على ايقونة الكمبيوتر. نختار School of Dragon ونضغط Open. نختار Float في الـ Value Type. ثم لاحظونا 40 First Scan. الآن نلعب مع تنين حتى ننقص الطاقة الـ Energy حتى نتمكن من الهاكر باستعمال شيت انجن. طبعا الطاقة تتناقص. نعود الآن 35 next scan. نضغط عليها ثم على السهم الصغير ثم نجعلها 1 ان اوكي. نضغط على اكتف ولاحظوا من جديد. نضغط نيو سكان. نحول الفاليو تايب الى 4 بايتس ونذهب هذه المره نطعم التنين. نختار اي سمكه. طبعا هنا عندي 8. نكتب 8 فيرست سكان ثم الآن نعود إلى اللعبة. نطعمها من جديد. صارت 7 الآن. نكتب 7 ثم next scan. هذا لا يكفي. الآن مرة أخرى 6 next scan. وهي نضغط عليها ثم على السهم الصغير ونكتب عدد الأسماك التي نريد وأنهينا. الآن لن تظهر حتى نضغط مرة ولاحظوا
أكثر من 9000 سمكة. طبعا بالضغط على السمكة يزيد الـ level of dragon، نطعمه يزيد ليفله ونستمر في إطعامه حتى الـ level الخامس ثم الـ level العاشر. طبعا يمكننا إطعامه من أي نوع من أنواع الأسماك. إذن you fed your dragon a lot، لقد أطعمته كثيرا. طبعا تحصل على هذا الريورد بعد أن تصل إلى الليفل الخامس. نستمر في إطعامه. لاحظوا ليفل التنين، هذا هو الثامن، إذن اقتربنا من الليفل العاشر. لاحظوا Yes, we did it. الآن نتوجه إلى حازوقة ونختار A Mater Dragon. نذهب إلى حازوقة بعد إطعام التنين ونختار A Mater Dragon. نضغط عليها. طب أضغطناه إلى الليفل الخامس، الرانك الخامس. أوكي، مباشرة نذهب إلى الهيتشري. إلى الهيتشري. طبعا قبل ذلك نعيد الطاقة 76. الآن نغلق شيت انجن. اوكي، إلى البول. ننتظر قليلا. وطبعا هذه مميزات إضافية يمكنك شراؤها بالجيمز، لا نحتاجها. نخرج. يس أوكي، وها قد كبر التنين. طبعا تظهر لنا الكوستمايزنج من جديد، أين يمكننا أن نضع له سرج، وأيضا يمكننا اختيار السكيل. أوكي، الآن تحصلنا على تنين كبير، أليس هذا كل شيء؟ فهذا التنين الكبير لا يمكنه الطيران. طبعا يمكنه أن يقذف اللهب وهو كبير، يمكننا امتطاءه، ولكن لا يمكنه حتى الطيران. نعود إلى حازوقة، إلى هيكاب، ونضغط Dragon Transformation. طبعا بعد الرانك، بعد الوصول إلى الرانك 10 الذي سبق وأن وصلنا إليه، نضغط أوكي ونتوجه من جديد إلى الهاتشري. نذهب إلى البول ثم أوكي من جديد الكوستمايزن. أوكي and yes actually now I can say congratulations. Yes congratulations، تهانية، لقد حصلت الآن على تنين كبير قاذف للهب، والأحسن والأفضل تنين طائر.
كان هذا كل شيء أصدقائي، هذه نهاية الفيديو. الهكرو الشامل للعبة School of Dragons Part 1 الجزء الأول. أتمنى من صميم قلبي أن ينال إعجابكم، كما أتمنى من نفس صميم قلبي أن تجربوا الطريقة وتنجح معكم. كان معكم أيمن من قناة أيد بوم، وداعا، جود باي. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت، ولا تنسى تشيك على باقي فيديوهاتنا.